لما بنيجي نبص للبايوميديكال داتا هنلاقي ان في عندنا بعض البروسيسز منتشره جدا 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 في الداتا اللي احنا بنلاقيها من البايوميديكال داتا. امثله على كده هي الاكسبوننشال ديكي والاكسبوننشال جروث. هبتدي اول اتكلم على الديفينيشن بتاع الاكسبوننشال جروث. الاكسبوننشال جروث معناه ان انا بتكلم على بروسيس ان ويتش the rate of increase is proportional to the quantity itself. يعني بتكلم مثلا لو انا بتكلم ان انا البروسيس بتاعتي اسمها واي، اوكي، يبقى البروسيس بتاعتي دي التغيير في واي هو proportional لواي. اوكي، كمثال على كده اتكلم على مثال يبقى ممكن ناس كتير قوي مننا ممكن يبقوا familiar بيه. لو انا بتكلم على حساب بنك والحساب البنك ده فيه interest، اوكي، حساب البنك ده بنتكلم عن ان انا لو انا بتكلم ان الانترست بتاعي حوالي 5% والمبلغ بتاعي اللي انا حطيته حوالي $100 مثلا، هلاقي ان بعد اول سنه المبلغ بتاعي ده بقى كام؟ بقى 105. طب بعد تاني سنه هيبقى 110؟ لا مش هيبقى 110، هيبقى اكتر شويه من 110. ليه بقى؟ لان انا دلوقتي الانترست بتاعي هيبقى 5% من المبلغ اللي اتكون عندي في اول سنه. فمعنى كده بتكلم على 5%، ازود 5% من 105 فتزود لي ال 0.25 الزياده اللي موجوده عندي هنا دي. بعد 3 سنين مش هتبقى 115، لا هتزيد شويه كمان اكتر، لان انا دلوقتي خدت 5% زودت 5% على يعني 5% من المبلغ اللي هو 110 ده، وهكذا. فلاقي عندي الكيرف بتاعي بيتحرك بالشكل ده كده. بعد اول سنه يعني لو تي بتساوي 1 هلاقي ان الواي ات 1 بتساوي واي ات 0 في 1 بلس بي، بي دي اللي هي 0.05 اللي هي 5% انترست. انما بعد كده لما باجي بضرب 1 زائد بي تاني بضرب 1 زائد بي في ال 1 زائد بي اللي كانت موجوده قبل كده، فتبقى 1 زائد بي سكويرد. لان بعد اول سنه لو انا بحسب هنا واي 2 دي بتساوي واي 0 في 1 زائد بي اللي هي عباره عن واي 1، والكلام ده كله مضروب في 1 زائد بي تاني. اوكي، فكل مره هبص على الكيرف ده هلاقي ان هو يعني كل ما انا الوقت بتاعي زاد كل ما كان الكيرف السلوب بتاعه بيزيد. اوكي، جينا بصينا على الكيرف ده نفسه مع التايم هو نفس الايكويشن بالظبط، هلاقي ان هو بيطلع لي بحاجه شكلها عامل كده. طبعا بتكلم ان انا حاطط الكلام هنا عندي ان ييرز. اوكي، لما اجي اقارن شكل الكيرف دوت شكل الزياده بتاعته بالكيرف البسيط جدا اللي هو واي اي تو ذا باور تي اللي هي الاكسبوننشال كيرف البسيط جدا، هلاقي ان هو فعلا في سيميلاريتي بين الاثنين دول وبعض. طب ازاي نوصل ده يبقى زي ده؟ ازاي نعرف ان ده في الاخر بي اند اب ان يبقى اكسبوننشال كيرف او اكسبوننشال جروث كيرف بالشكل ده؟ هنبص نفس المثال ده تاني باضافه حاجه بنسميها كومباوندنج. كومباوندنج ده معناه ان انا باخد الريت بتاعي اللي هو في الفتره كلها بقسمه بخليه على فترات اقل. يعني في الايكويشن دي ببص عندي ان الزياده بدل ما كانت بي هتبقى زي عباره عن بي على ان، بس الفترات نفسها هتبقى ايه؟ هتبقى اكتر. يعني هنا بدل 5% ما تبقى ابلايد في اخر السنه، لا ده انا ممكن اقول ان ال 5% دي ممكن تبقى 2.5 و2.5 وكل واحده فيهم ابلايد في خلال 6 اشهر، يعني تبقى المثال بتاعنا يبقى سيما انيوال، او يبقى كل 3 اشهر يبقى كوارترلي، يبقى 5 على 4 ويبقى ابلايد كوارترلي، او تبقى ابلايد مونثلي او انستنت معناها ان كل ثانيه. يعني لو بتكلم مثلا على كل شهر وانا بتخيل دي شهور السنه بتاعتي، لو انا حطيت $100 برضو في الانيوال انا بستنى لغايه اخر السنه كلها لغايه لما اخد 5%. في السيمي انيوال لا، ده انا بستنى 6 اشهر بعد كده اخد 2.5، بعد كده استنى 6 اشهر كمان اخد 2.5 كمان، او يعني مش 2.5 بقى 2.5 على ال 2.102.5 اللي بقوا موجودين دلوقتي. اوكي، فالميزه بتاعت ان انا قسمتها التقسيمه دي او عملت الكومباوندنج ان انا دلوقتي وانس ان انا زدت هنا في نص الوقت، الوقت اللي فاضل او الست اشهر اللي فاضلين من السنه بقى عندي ال 2.5% اللي فاضلين دول بيبقوا 2.5% من الرقم الثاني اللي انا خدته ده، الرقم اللي هو الزياده اللي انا خدته هنا ده. اوكي، فمعنى كده ان انا كل ما خليت الفتره دي اقصر كل ما خليت ان المبلغ في الاخر اللي باخده في اخر السنه بقى اكتر، زي ما حضراتكم شايفين بتكلم على 105 بقت 105.6 او 6% ل 105.9% وهكذا لغايه لما بوصل في الاخر انها تبقى 105 و127 لو انا خليتها كل ثانيه. اوكي، الايكويشن بتاعتي هنا لو انا بصيت عليها انا هنا قسمت البي اللي هي الريت السنوي بتاعي بعدد مرات الكومباوندنج اللي انا بعملها كل سنه، بس خليت الفترات اللي انا بعملها بقى الفترات اللي انا بدل ما كانت بالسنين خليتها بقت النمبر اوف كومباوندنج اللي حصل في تايمز عدد السنين. اوكي، فمعنى كده ان انا كل ما خليت ان دي تكبر كل ما كان ان الـ الحاجه اللي الكيرف اللي عندي ده هنا هيديني رقم اكبر.
كاكسبوننشال كيرف بقى، لو احنا خدنا نفس الايكويشن اللي احنا بصينا عليها من شويه دي، هي نفس الايكويشن بالظبط، هي هي، وعملت لها بس ري ارينجمنت، يعني خدت بس واحد على بي على ان بلس بي على ان تو ذا باور ان، وان دي بتروح لانفينيتي. اوكي، لو احنا فاكرين الديفينيشن بتاع الفاكتور اي، هنلاقي ان هو عباره عن ان الليمت بتاع الفاكتور دوت از ان بتروح لانفينيتي اي تو ذا بي. اوكي، هي الديفينيشن بتاعها هو الليمت بتاع ده لما ان بتروح لانفينيتي. فمعنى كده ان الايكويشن بتاعتنا اللي عندنا هنا دي في الاخر بتقول انها تبقى واي نوت اي تو ذا بي في تي، يعني بمعنى صح الحاجه اللي احنا كنا عايزين نوصل لها من الاول خالص، ان الكيرف بتاعنا اللي هو بتاع الانترست دوت او بتاع المبلغ الموجود في البنك ده هيبقى اكسبوننشال كيرف provided ان ال n بتاعتي بتساوي infinity، number of compounding ده بيساوي infinity. فلو احنا عايزين نتاكد من الكلام ده، لو احنا خدنا الاكسبوننشال كيرف ده نفسه وعملنا له ديفرنشيشن، اوكي الاكسبوننشال كيرف بتاعي كان y t بتساوي y نوت e to the b of t، لو انا خدت الديريفاتيف بتاع y t اللي عباره عن الديريفاتيف بتاع y نوت e to the b of t، هلاقي في الاخر انها تطلع لي عباره عن b y نوت e to the b of t. يعني لو انا خدت الجزء ده هو نفسه عباره عن y t، يبقى معنى كده الديريفاتيف او الريت اوف تشينج بتاع الايتم بتاعي اللي هو y t اللي هو الفاريبل بتاع اللي هو y t بيساوي كونستانت تايمز ال y t، هو نفس الديفينيشن بتاع الاكسبوننشال جروث بالظبط.